بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة الفرقة الثانية، ساعات معتمدة، شعب عربي، مادة المحاسبة المتوسطة 2، جزء محاسبة السيطرة، الملف الثالث. صباح مشرق بغد أفضل إن شاء الله. لقد سبق في الملف السابق استعراض موقف الشركة القابضة من عملية الشراء وتأثير هذه العملية على ميزانيتها بعد الحياسة، سواء كان الشراء نقدا أو الشراء بمقدار أسهم. وفي هذا الملف رقم 2 سنستعرض معكم الشرح لكيفية إعداد القوائم المالية المجمعة بتاريخ الحيازة أو تاريخ الشراء أو تاريخ السيطرة. بداية لابد من تعريف ما هي القوائم المالية المجمعة. القوائم المالية المجمعة تفترض أن هناك مجموعة من الشركات يتم جمعها وصمها وعصمها بحيث تظهر كميزانية لشركة واحدة، والشركة المطلوب منها عملية الجمع هي الشركة القابضة لأنها الشركة المسيطرة وهي التي قامت بعملية الشراء، كما إن لها السيطرة التصويتية كما يتضح من الشريحة أمامكم أبنائي الأعزاء. حيث تعرف القوائم المالية المجمعة هي تلك القوائم المالية لمجموعة من الشركات والتي يتم عرضها وكأنها لمنشأة اقتصادية واحدة، وتمثل حسابات المجموعة حسابات الشركة القابضة وكل الشركات التابعة لها، وتمثل الشركة القابضة المنشأة التي يكون لديها سيطرة تصويتية على شركة تابعة أو أكثر بتملك أكثر من 50% من رأس مالها. أولا، بداية سيتم استعراض كيفية إعداد القوائم المالية الموحدة أو المجمعة بافتراض أن نسبة السيطرة أو نسبة الشراء الشركة القابضة الشركة التابعة بنسبة 100%، أي هناك سيطرة كاملة من القبضة للتابعة. لكي تقوم الشركة القابضة بإعداد القوائم المالية المجمعة ستحدث ازدواج في عملية التجميع، لأن ميزانية القبضة بعد التعديل سيتضمن حساب الاستثمارات، وهو الذي يمثل في نفس الوقت شراء الشركة القابضة لحقوق ملكية الشركة التابعة، والتي تتمثل في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة أو المرحلة. وبالتالي هناك ازدواج، لأن حساب الاستثمارات هو يمثل حقوق الملكية أو يمثل صافي قيمة أصول الشركة التابعة اللي هي الأصول ناقص الخصوم، وبالتالي الجمع سيمثل عملية ازدواج. ولاستبعاد هذا الاستواج يتم إلغاء أو استبعاد حقوق ملكية الشركة التابعة مقابل استبعاد حساب استثمارات، وبالتالي يتم جمع صافي أصول وخصوم الشركة التابعة فقط، كما يتضح مما يعرض في الشريحة أمامكم، حيث أن البند الأول يتناول
لإعداد القوائم المجمعة، لإعداد القوائم المالية المجمعة يتم إجراء قيد تسوية خاص بعميل التجميع فقط لمنع الإزواج المحاسبة، وذلك عن طريق استبعاد حقوق الملكية في ميزانية الشركة التابعة والمتمثل في رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، مقابل استبعاد حساب الاستثمارات في الشركة التابعة من ميزانية الشركة القابضة. وعندما يتم قيد الاستبعاد هذا، هناك احتمالين، حيث تؤثر قيد التسوية على ورقة العمل التي يتم إعدادها لغرض التجميع فقط، وتختلف المعادلة المحاسبية وفقا للاحتمالات. في حال تساوي تكلفة شراء السهم، اللي هي تكلفة السيطرة حساب الاستثمارات مع قيمة حقوق الملكية للشركة التابعة، رأس المال لاحتياطيات الأرباح المحتجزة أو الأرباح، ليس هناك مشكلة لتساوي ثمن الشراء مع حقوق الملكية، فالاستثمارات مدينة تقفل تبقى دايما إلى الاستثمارات ومن حقوق ملكية الشركة التابعة اللي هي من رأس المال من الأرباح المحتجزة من الاحتياطيات، لا توجد مشكلة لتساوي تكلفة الشراء مع حق الملكية. الاحتمال الثاني، في حال أن تكلفة الشراء تكلفة السيطرة أكبر من حقوق الملكية للشركة التابعة، يعني هذا دفع أكتر من القيمة الحقيقية لحقوق ملكية التابعة، والفرق بين ثمن الشراء وحقوق الملكية في هذه الحالة يمثل شهر يطلق عليها شهر المحل، لأنها شهرة موجبة جيدة، حيث دفع في حقوق الملكية أكبر من ثمنها الدفتري كما يتضح من الشريحة التالية. الاحتمال الثاني، في حال تكلفة شراء السهم تكلفة السيطرة أكبر من حقوق الملكية للشركة التابعة إلى الاستثمارات الشركة التابعة بثمن الشراء من رأس المال ومن الاحتياطي ومن الأرباح حقوق الملكية. فرق بين المدين والدائن، إذا كان الفرق في المدين هي شهرة موجبة أصول يطلق عليها شهرة المحل، وما دام هناك شهرة موجبة في حال التكلفة السيطرة أكبر حقوق الملكية فهناك احتمال. وعلى هذا هناك ثلاثة احتمالات لإلغاء عملية الازدواج. الاحتمال الأول أن ثمن الشراء يساوي حقوق الملكية لا توجد شهرة. الاحتمال الثاني، ثمن الشراء قبل الاستثمارات أكبر حقوق الملكية توجد شهرة موجبة أصول يطلق عليها شهرة المحل. الاحتمال الثالث أن ثمن الشراء أقل من حقوق الملكية، هناك شهرة ولكنها شهرة سالبة يطلق عليها احتياط رأس مالي وتظهر ضمن الخصوم. شكرا أبنائي الأعزاء.